اذا في السيميولينك بنقدر نعمل سيميوليشن. اذا الماتلاب اذا هون عندي ماتلاب سيميولينك من هون اذا وي كان سيميوليت دي سي موتور ان ماتلاب سيميوليت. هلا هذا بدنا نفكر في المات في المحرك الدي سي موتور اللي في المات لاب سيميليك. في نوعين طبعا بس احنا رح نستعمل الالكترو ماجنت. اذا وي ويل يوز ايه الالكترو ماجنت ورح نعمله سيبرتلي اكسايتد. هلا رح احكي لكم شو يعني سيبرتلي اكسايتد. سيبرتلي اكسايتد دي سي سيبريتلي اكسايتد يعني انه الالكتروماجنت اللي بنلفه حوالين الفيلد منفصل. هذا راح نسميه هاي راح اسميها في اف. اف من كلمه فيلد ماجنتيك فيلد. فهذا الكويل اللي بنلفه عشان نحقق منه الفيلد نعمل اكسايتيشن. وجنبه راح يكون الدي سي موتور. اللي بلاحظوا الدي سي موتور الرمز اللي بنرمز له هاي الارمتشر اللي بتلف. وهون عندي هدول اللي هم الالكتروماجنت هذا. فالالكتروماجنت هذا راح يلف حوالين التنين. خلينا نحاول نقسمهم. هذا راح نشتغل نستعمل هذا البلوك. راح يطلع عندي اربعة تيرمينالز مش تو تيرمينالز. تنين للارمتشر وتنين للفيلد. فهون كاني عمالي بقول هي هون الفيلد ملفوف حوالين هدول وبكمل لف حوالين هدول. هدول كانهم التو تيرمينالز تبعون في اف اللي هم نفس هدول بس هم ملفوفين هيك حوالين هذا. كل ما زدت الكرنت شو بصير بالاكسايتيشن؟ بتزيد بتزيد. وتذكروا دائما الرايت هاند الليفت هاند رول. ايش انا بحتاج حتى يتحقق عندي تورك؟ عندي كرنت. الكرنت ماشي هون هي الماجنتيك. بس الماجنتيك كيف جبته هون؟ من فيلد كرنت. هذا هون عندي هاي فيلد او هذا هاي فيلد. هذول اذا عملتهم الاثنين هذول راح يطلع معي تورك. واحنا عاده بشكل عام بنقول انه التورك اللي بولده دي سي موتور بيساوي كونستنت في فاي باي اف. اذا التورك ذا تورك ايش وحده التورك يا شباب؟ نيوتن متر. ممتاز. اذا هذا هون ما حد يقول نيوتن بير متر. نيوتن متر اوكي. ذا تورك برودوسد باي الدي سي موتور از بروبورشنال تو فاي. فاي اللي هي الماجنتيك فلوكس. ايش وحدتها؟ تسلا. لا بي لتسلا في علاقه بينهم. هذه ماجنتيك فلوكس وهذه ماجنتيك فلوكس دنسيتي. اند اي اي بي امبير. وفي عندنا كي. كي ايش هو؟ كونستنت. الكونستنت هذا بيعتمد على الدايمنشنز تبعت هذا المحرك. اذا كي از a constant that depends on the construction dimensions of the model. Okay, تمام. إذا نحن وفاي هاي تتناسب مع اي فيلد اللي احنا بنحطه هون. اذا فاي اللي هي الماجنتيك فلوكس از ماجنتيك فلوكس از بروبورشنال تو ذا فيلد. هلا البلوك هذا اللي بنجيبه من الماتلاب اذا البلوك
DC motor block in MATLAB. وبنسيني لينك. رح تشوفوا هذا اليوم. أظن في عليه مربع صغير بيكون. ايه اختصار لايش؟ ارمتشر اللي هاي A1 او A بلس و A ماينس، انا مش متذكر، اظن A بلس و A ماينس اند A1 اند A2 او A بلس A ماينس ار ارمتشر تيرمينال. وكمان في عندنا F بلس اف ماينس او اف 1 اف 2. اف اختصار لايش بهاي الحاله؟ الفيلد. فيلد راح يكون عندنا هون اف 1 اف 2. انا برضه كمان مش متاكد، يمكن تكون اف بلس اف ماينس. هذا الفيلد وهذا الارمتشر، ومخبى هو كبلوك، هو محرك جوا بس هو مخبى هذا كبلوك. وبعدين في عندنا في شيء اسمه ام. مين بيعرف شو الام؟ الام اختصار لكلمه ميجرمنت. لاحظوا هذا الطرف، شايفين كيف شكله زي ايش بيشبه؟ بيشبه المثلث كانه سيجنال معلومات، بس هدول الكتريكال كونكشنز. اذا هدول اللي هون اللي زي هيك، هذه الكتريكال كونكشن، يعني رح يمر فيها تيار. لكن هاي سيجنال. اوكي واضح هذا الاختلاف؟ هذا اختلاف مهم لما نيجي نشتغل عليهم. فهي بيطلع منها ميجرمنت، وهي السيجنال فيها مجموعه سيجنالز في داخلها رح نستعمل نطلع منها، فرح نشتغل على هذا المحرك بهذا الشكل، رح نستعمله ك الميجرمنت. فيها سيجنال تورك مثلا، ممكن يكون ام مثلا تعطيني التورك، تعطيني سبيد، كرنت، الى اخره، هي اشياء مختلفة. M stands for measurement. اوكي، وهذه